السلام عليكم ومرحبا بكم محبي الزراعة. إن شاء الله سوف نتحدث عن مشروع مربح بامتياز، زراعة الفراولة. سوف نتحدث عن هذا المشروع الزراعي ومعلومات متعلقة بزراعة الفراولة من ناحية الزراعة والإنتاج وكذلك الأرباح وطرق التسويق والرعاية وموارد الزراعة. كما تلاحظون مع إخوان، زراعة الفراولة من أحد المشاريع الزراعية المربحة إذا كنت تمتلك قطعة أرض صغيرة أو كبيرة. سواء رأس مال صغير أو كبير، يمكنك الاستثمار في هذا المشروع الزراعي الناجح. كذلك يمكنك زراعته حتى في المنزل للاستهلاك الشخصي، أو كذلك إذا كنت تتوفر على مساحة كبيرة في المنزل كالأسطح أو الحدائق، كذلك يمكنك زراعتها. بالنسبة لمشروع الفراولة، من المشاريع الهامة والتي تحقق ربح وفير خلال فترة وجيزة من الوقت، كما أن الفراولة من العناصر الأساسية بالنسبة لثمارها، تدخل في العديد من الاستعمالات كالعصائر والحلويات والفواكه. كذلك فهي محبة للناس من ناحية الاستهلاك وجميلة كما تلاحظون. بالنسبة لزراعة الفراولة في الحقول المكشوفة أو مواعيد زراعتها، يمكننا زراعتها بداية الخريف وكذلك بداية الربيع، يمكننا زراعة هذا المحصول الزراعي. طرق زراعته فهي سهلة جدا، يمكننا شراء الشتلات من عند أصحاب المشاتل، أخذها ونقوم بزراعة. توجد أنواع من الشتلات الفراولة تختلف حسب الحجم وكذلك الشكل والإنتاج. كذلك يمكننا تشتيلها بأنفسنا كما تلاحظون، لأن الفراولة من النباتات المعمرة. نأتي بالشتلات ونقوم بإزالة البراعم التي تنبت أواخر الحصاد أو نهاية الحصاد. يمكننا إزالة البراعم ونقوم بتشتيلها في صواني وإعدادها للموسم القادم. لقد شاركت معكم في هذه حول هذا الموضوع عدة حلقات، طريقة تشتيل الفراولة عن طريق أخذ البراعم منها. كذلك كما تلاحظون، بالنسبة للفراولة فهي تنبت لنا في أواخر الحصاد براعم، نقوم بإزالتها وزراعتها السنة الموسم القادم. بالنسبة للفراولة، هل يمكننا زراعتها من البذور؟ كذلك يمكننا زراعتها من البذور، فمن الأفضل زراعتها عن طريق الشتلات، لأن البذور تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى وقت طويل جدا، كذلك تتعرض للتعفن. من الأفضل تشتيلها، أخذ البراعم ونقوم بتشتيلها أو أخدم عند أصحاب المشاتل. بالنسبة إعداد التربة للزراعة، فالفراولة يمكننا زراعتها في أراضي الرملية على الخصوص الخفيف، وكذلك أراضي جيدة صرف المياه أو معتدلة صرف المياه مثل الأراضي الحمراء أو الصفراء أو الرملية. كذلك يمكننا زراعتها لأن الفراولة تحتاج إلى ري معتدل. بالنسبة الفراولة من ناحية الزراعة، كيفية إعداد الزراعة، نقوم بإعدادها عن طريق المصاطب كما تلاحظون. بالنسبة للمصاطب فهي ضرورية لكي نتجنب الثمار أن تلتمس مع التربة، لأن نبات الثمار الفراولة حساسة جدا ورهيفة. من الأفضل وضع المصاطب ارتفاع المصطب تقريبا 50 سنتيمتر كما تلاحظون، ألا تلتمس الثمار مع التربة مباشرة. بالنسبة للبلاستيك فهو للوقاية من الأعشاب الضارة وكذلك محافظة على الرطوبة. المسافة بين الخطوط 1 متر، فهي تختلف طرق الزراعة. بالنسبة لهذا الخط فهو مزروع عن طريقة خطين، مسافة بين الشتلات تقريبا 8 إلى 10 سنتيمترات كما تلاحظون. إنتاج جيد وإنتاج هائل بالنسبة لهذا النبات، فهو نبات مربح بامتياز لأنه ينتج جيدا. يمكننا حصادها في المتوسط مرتان في الأسبوع. تنتج الشتلة الواحدة من ناحية الثمار في الأسبوع ما بين 2 إلى 7 بحسب نوع الشتلة، وكذلك الرعاية وخصوبة التربة كما تلاحظون. بالنسبة للحصاد، عندما تصبح الثمار حمراء يمكننا إزالتها وحصادها. بالنسبة للتسويق، فالتسويق سهل جدا بالنسبة لهذا المنتوج الزراعي عن طريق بيعها بالنسبة لمحلات الفواكه أو المصانع المربى، فهي كذلك مطلوبة، أو تجار الجملة أو البائعين كذلك. فهي من السهل تسويق هذا المنتج الزراعي بسهولة تامة مهما كان حجم إنتاج متوفر لديك، أو بيع بالمدن القريبة منك أو الأسواق المحلية كذلك. فهي مطلوبة في السوق في أي بلد، يمكنك تسويقها بسهولة تامة كذلك.
بالنسبة السقي، النبات فراولة من النباتات فهي حساسة جدا للماء، تحتاج إلى ري معتدل. بالنسبة إذا قمنا بزراعتها في فترة الصيف تحتاج كل يومين ري. بالنسبة الشتاء أو الخريف تحتاج مرتان في الأسبوع يمكننا سقيها كذلك. بالنسبة كذلك إعداد المساطف فهي سهلة جدا، نقوم بإعدادها عن طريق آليات لرفع الرمال. لقد شاركت معكم في الحلقات الماضية كيفية وضع المساطب بالنسبة للفراولة، نقوم بإعدادها ووضع السماد العضوي داخل المساطب. بالنسبة للفراولة يمكننا تسميدها بأسمدة كيماوية أو أسمدة عضوية. من يفضل أسمدة كيماوية يمكنها تسميدها أو عضوية. بالنسبة لزراعة التجاري من الأفضل وضعهم معا، التسميد الكيميائي والتسميد العضوي معا لزيادة الإنتاج. بالنسبة للإنتاج في الفدان، الواحد ينتج أزيد في المتوسط أزيد من 30 طن، فهو المشاريع المربحة والناجحة. كذلك يمكننا زراعته في البيوت الدافئة في فترة الشتاء لأنها نبات حساس جدا من ناحية انخفاض درجة الحرارة، فهو نبات يحتاج إلى الدفء. إذا قمنا بزراعته في فصل الشتاء أو زراعته في الخريف لأننا مقبلين مع الشتاء مباشرة، من الأفضل زراعته في البيوت الدافئة سواء الأنفاق الصغيرة أو الكبيرة. في فترة الربيع إذا قمنا بزراعتها لا داعي لاستعمال البيوت الدافئة كما تلاحظون، لأن الجو مناسب لزراعة الفراولة في فترة الشتاء الربيع والصيف ودخولنا كذلك مع الخريف. بالنسبة للفراولة من ناحية الاستفادة من هذا المحصول الزراعي سوف نستفيد منه ما يقارب أزيد من 5 أشهر من ناحية الحصاد. كذلك توجد أصناف مبكرة يمكننا حصادها وأصناف متأخرة من ناحية الزراعة. بالنسبة للأمراض الفطرية أو الحشرية التي سوف تواجهها في نبات الفراولة، من الأفضل السقي جيد أو المعتدل، عدم تعطيشها لكي نتجنب إصابة بعض الأمراض الحشرية وخاصة العناكب الحمراء. من الأفضل السقي المعتدل ألا تجف نبات الفراولة، عند جفاف الفراولة من ناحية السقي تصاب بعض الأمراض وخاصة الأمراض الحشرية كالعنكبوت الأحمر. كما تلاحظون طرق التسويق فهي سهلة جدا، فهي تتناسب مع المساحات الصغيرة والمساحات الكبيرة على العموم. مهما كان حجم المساحات يمكنك زراعتها سواء قطعة صغيرة أو كبيرة. كما تلاحظون هذه قطعة فقط مساحتها لا تتعدى 3000 متر مربع من حيث مساحة الأرض. كما تلاحظون إنتاج جيد من ناحية هذا المحصول الزراعي ويحقق أرباح كل أسبوع ودخل جيد كل أسبوع. إن شاء الله في حلقات قادمة سوف نخصصها حول طرق التسويق وكذلك طرق الزراعة والتسميد، وبالتوفيق في موضوع آخر حول الزراعة.